السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا باراجراف عن موضوع تنبؤات المستقبل Future Predictions. نبدأ بالباراجراف بتاعنا. I have many predictions. لدي الكثير من التنبؤات for the future. للمستقبل. نبدأ الباراجراف بتاعنا وبنقول لدي الكثير من التنبؤات للمستقبل. I think the world, أعتقد أن العالم, will be different, سيصبح مختلف, from now, عن الوقت الحالي. بنقول هنا أعتقد أن العالم سيصبح مختلف عن الوقت الحالي. The people, الناس, lifestyle, أسلوب الحياة, technology, التكنولوجيا, and even the environment, وحتى البيئة, will change, سيتغيروا. بنقول هنا أن الناس وأسلوب الحياة والتكنولوجيا وحتى البيئة ستتغير في المستقبل. The technology in the future, التكنولوجيا في المستقبل, will be wonderful, ستكون رائعة, and different, ومختلفة. بنقول هنا أن التكنولوجيا في المستقبل ستصبح رائعة ومختلفة. We will use, سوف نستخدم, renewable energy, الطاقة المتجددة, and stop using, ونتوقف عن استخدام, non-renewable energy, الطاقة الغير متجددة. بنقول هنا أننا سنستخدم الطاقة المتجددة ونتوقف عن استخدام الطاقة الغير متجددة. Renewable يعني متجدد, Non-renewable يعني غير متجدد, وEnergy طبعا يعني طاقة. There will be, سيكون هناك, Many great inventions, العديد من الاختراعات الرائعة. There will be, سيكون هناك, روبوتس, الروبوتات, which will do, التي ستفعل, all the houseworks, جميع الأعمال المنزلية, and robots teachers, والروبوتات المدرسين, which will teach us, التي سوف تدرسنا, in the future, في المستقبل. بنتنبأ هنا أنه سيصبح هناك الكثير من الاختراعات الرائعة, great inventions يعني اختراعات رائعة. وبنتنبأ برضو أنه سوف يكون هناك الروبوتات. الروبوتات دي هتعمل إيه؟ هتعمل الأعمال المنزلية, وبرضو سوف تدرسنا في المستقبل. I think, أعتقد, we will have a clothes, سيصبح لدينا ملابس, with a charger, بشاحن, we would charge, سيمكننا شحن, our mobile phones, هواتفنا المحمولة, in the clothes, في الملابس. برضو من ضمن التنبؤات أننا سوف يصبح لدينا ملابس يوجد فيها شاحن للهواتف المحمولة, ويمكننا شحن هواتفنا في الملابس. طبعا الباراجراف بيتكلم عن التنبؤات, فطبيعي نتخيل اي حاجه نحس ان هي مستحيله, ولكن التكنولوجيا بتتطور اكتر واكتر, فطبيعي نتنبأ او نتخيل ويبقى خيالنا واسع يعني براحتنا. There will be, سيصبح هناك, 3D printers, طابعات ثلاثية الأبعاد, سيكون هناك طابعات ثلاثية الأبعاد. طبعا الطابعات الثلاثية الأبعاد دي أخذناها عندنا في المنهج. It will be very important, سوف تكون مهمة جدا, in the future, في المستقبل. We will be able, سنصبح قادرين على, to use it, استخدامها, to make all kinds of things, لصنع جميع الأشياء, like models, مثل النماذج. نتكلم هنا عن الطابعات ثلاثية الأبعاد, وبنقول إن هي ستكون مهمة جدا في المستقبل, وستمكننا من صنع جميع أنواع الأشياء مثل النماذج. I think, أعتقد, we can't imagine, لا يمكننا تخيل,
the life in the future الحياة في المستقبل it will be great سوف تصبح رائعة. بننهي الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول أعتقد أننا لا يمكننا تخيل الحياة في المستقبل أعتقد أنها ستصبح رائعة. بس كده انتهى الباراجراف بتاعنا عن موضوع تنبؤات للمستقبل Future Predictions. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.